هذا وقد اتسعت رقعة الاحتجاجات في إيران لتشمل مختلف المحافظات الإيرانية احتجاجا على سياسة النظام التي تسببت بفرض العقوبات الأمريكية على إيران. ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يهتف فيها المحتجون ضد قيام النظام بتخصيص ميزانية سنوية لحزب الله وغيره من التنظيمات الإرهابية بدلا من إصلاح الوضع الاقتصادي. كما هتف المحتجون بشعارات ضد الحكومة والنظام مطالبين المرشد بالتنحي عن السلطة، وهو الشعار الذي بات يتكرر في جميع الاحتجاجات الأخيرة. توقع خبراء ازدياد حدة الاحتجاجات في الأيام المقبلة، خصوصا مع دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، والتي تلقي بظلالها على الجوانب المعيشية والاجتماعية للمواطن الإيراني.